السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد السلام. اليوم جايب لكم انطباعي لنير آر آتمتران أو آرمتران على حسب نطقك الثانية، ما أهتم الصراحة. نير الجديدة، وحبيت أقول لكم بس الحمد لله اللعبة واو، يعني ايش تبي نقول، اللعبة مرة جميلة. بلاتنم راح يبدعون لنا، أكيد راح يجيبون القصة. إيه بس اللعبة الجيم بلاي مرة حلو، والقصة على فكرة من ناحية عشان بلاتنم للأمانة بعطيها هذه، بكون صريح معهم، القصة هنا شكلها حلوة والرسم حقه حلو. شوف شلون، شوف شلون كله، والكامبات سريع وبسرعة. شوف شلون الحين، خلينا نبرك وحوش بس مثل هذا، شوفوا شوف شلون كذا ضرب ثم تحول عضو بالسيف الثاني، ضرب كذا مربع مربع ثم مثلث معه. تبدا بدك تغير، ويمديك بعد تحط اسلحة ثانية، يمديك تطلق هنا بالرشاش، شوف هذا يمديك تطلق، يمديك تضغط L1 تحدد هجمات معينة. انا حاليا بس عندي هالليزر هذا يطلق، في ما عندك مثلا تشيل رموح تحت حولك درع على حسب التطوير عند. طبعا اللعبه تلعب انه بعد هي تكملت بعد ما تكمل نير 1، ان الجنس البشري انتهى، ما بقى لك كم واحد، وهم مرسلين اليين، هذول اللي تلعب فيهم هذول الحين. زين عندك بي 2 واس 9، هذول اليين مرسلين من الارض عشان يعني يذبحون اليين اللي باه ويحررون، يعني بسبب شلون انا ما قاعد اتابع عمر القصه. انا بنفسي من دعايتين تلخبط لانه معقد بشكل غريب، بس ما علينا، شكله حلو اي، وانا متحمس يعني بيعرفوا شلون راحوا الناس. هي ما راح يجيب باي اوف يمكن زي هورايزن يعني، بس اللعبه الحين لا شبه عالم مفتوح ايش يعني، مو بعالم مفتوح بس يعني تقدر تقول. خلنا اوريكم الماب، بس نقدر نروح الماب، هذه الماب، وانا الحين هنا، هذه الحين في مناطق هنا ثانيه ما اكتشفتها. تخيل زي دارك سولز 1، دارك سولز عفوا، شلون انه تحس كانه عالم مفتوح بس انه يعني كله يعني مراحل مربطه مع بعضها بدون لودين سكرين، فهمت علي؟ زي كذا، هذه نظام نير، هذه احسن نظام اللعبه. اذا بس اللعبه ما حد يشتري مثلا العاب بلاتنم اللي بس على الجيم بلاي، والجيم بلاي الحمد لله سريع، يمديك تضرب، يمديك تغير بسط قتال. يعني شوف الحين، انا الحين معي السيف هذا الكبير والسيف العادي، اضربه حلو، اسوي بكذا الحركات ثم اغير، يمديك بعدين احط هنا سيفين ابدا اغير ثم ها اقلب بسط قتال. هي اللعبة الناس بيشترونها عشان الجيم بلاي والرسم حقه حلو والشخصيات والشخصيات رهيبين، اللعبة حلوة فانصحكم بها. كما اخوكم عبد السلام، يعطيكم الف عافية شباب على المشاهدة. نير اوتوماتران، طبعا انا ما ودي اوري اطول بلي انا به تخريب شيء قصة، في ناس يعني يقولون لا تخرب يعني، تعرف بس سويت كم شيء، درجة القتال والوحوش يصيرون صعبين. اللي تشوفون هذول سهلين، انا ليفل الحين 10 وهذول توبوا ليفل 5 يمكن، هم سهلين اللي بتباريهم بعدين راح يصيرون بشكل ليفل يعني ليفل 15 او ليفل مثلا 20 يجونك، فلازم مثلا ها تضرب 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 ثم انتهج ثم تضرب ثم تضرب ثم تحول على ليزر ثم تضرب بالرشاش ثم انتهج، لا ثم بيضربك ثم الوقت راح يبطئ ثم تسوي هج بوقت الصح ثم الوقت راح يبطئ وراح تبدا تسوي الدامج من عمولدين. هذه دائما العاب بلاتنم ونير، اللعبه ممتازه بس المشكله ما اتوقع بختمها، لان عندي الحين مثلا عندي كوستريكان، عندي لا زال عندي وش اسمه هذيك هورايزن زيرو دون، يا ساتر والله الله يعينه، بس شكلي بودع درجاتي بالجامعه. لا امزح معكم بس ذاكروا من هالكلام ده. يلا كما اخوكم عبد السلام، يعطيكم الف 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 عافيه شباب على المشاهده. نير عبد السلام يقول كويسه، والموسيقى الموسيقى حلوه. يلا مع السلامه.